جورج ويا من الملاعب إلى رئاسة ليبيريا. جورج ويا لاعب كرة قدم ليبيري حقق شهرة عالمية واسعة وأحرز مع نادي إي سي ميلان الإيطالي نجاحات عديدة أهلته للفوز بجائزة أحسن لاعب في أوروبا والعالم سنة 1995. اقتحم مجال السياسة وتولى الرئاسة رسميا سنة 2018. ولد يوم 1 أكتوبر من سنة 1966 في العاصمة الليبيرية مونروفيا. نشأ مع جدته بعد انفصال والديه بأحد أكثر الأحياء فقرا في المدينة، لكن ذلك لم يمنعه من تطوير وصقل مواهبه الرياضية في كرة القدم. بدأ مسيرته الكروية في نادي يونغ سورفايفل قبل أن ينتقل إلى نوادي أخرى أكثر شهرة بعدما أثبت جدارته، وهي بونغ رانغ بونغ مين بين سنتي 1984 وسنة 1985، ثم نادي مايتي بارول لعامين آخرين، وبعدها إلى إنفينسيبل إلفين لسنتين آخرين. التحق بعد ذلك بالنادي الكاميروني تونير كالارا ولعب له في موسم 1987-1988، غير أنه سرعان ما انتقل إلى فرنسا للعب في الدوري المحلي بتاريخ 17 أوت من سنة 1988 في نادي موناكو حتى سنة 1992، والذي نجح برفقته في الفوز بالبطولة المحلية لسنة 1991. قرر سنة 1992 الالتحاق بنادي باريس سان جيرمان وبات هداف الفريق، حيث سجل طوال وجوده داخل النادي 32 هدفا في 96 مباراة. اختار ويا الانتقال الى الكالتشو الايطالي فوقع عقدا مع نادي اي سي ميلان سنة 1995 وكرس برفقته سمعته، حيث فاز الفريق بلقبي البطولة سنتي 1996 و1999، وتوج خلال وجوده في النادي احسن لاعب اوروبيا وعالميا. حول جورج ويا بعدها وجهته نحو الدوري الانجليزي برفقة نادي تشيلسي الذي يعتبر من اقوى اندية الصفوة في انجلترا، لكن مقامه فيه لم يدم سوى موسم واحد. وفي سنة 2000 انتقل الى نادي مانشستر سيتي لفترة وجيزة قبل ان يرجع الى الدوري الفرنسي ويلعب بفريق اولمبيك مارسيليا لموسم 2000-2001. لم يستقر ويا طويلا في النادي الفرنسي، فالتحق بنادي الجزيرة الإماراتي قبل أن يضع حدا لمسيرته الكروية الحافلة سنة 2003. بعد اعتزاله كرة القدم حاول ويا سنة 2005 دخول عالم السياسة بترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيريا. اعتمد ويا على تاريخه الكروي الطويل وعلى عدم تورطه في الصراعات الدموية الداخلية لإقناع الناخبين بالتصويت لفائدته في الوقت الذي انتقدته منافسته إيلين جونسون سيرليف الخبيرة الاقتصادية التي شغلت عدة مناصب دولية مرموقة أحدها داخل البنك الدولي لعدم وجود خبرة سياسية لديه. خسر ويا الانتخابات التي أجريت يوم 8 نوفمبر من سنة 2005، لكنه عاد وترشح مجددا في رئاسيات 2017، وهذه المرة فاز في الدورة الأولى التي أجريت في 10 أكتوبر بأكثر من 38% من الأصوات. وفي الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية أجريت يوم 26 ديسمبر حقق جورج ويا فوزا ساحقا ب 60% من الأصوات مقابل 30% لخصمه 38 لخصمه جوزيف بواكاي، فأصبح رئيسا للبلاد. وأعلنت اللجنة الوطنية الانتخابية في ليبيريا هذه الأرقام التي كان ينتظرها الليبيريون بفارغ الصبر بعد فرز 98% من الأصوات في الانتخابات التي شارك فيها 2 مليون ناخب. وتولى ويا مهامه رئيسا لليبيريا في 22 يناير من سنة 2018 خلفا للرئيسة إيلين جونسون سيرليف، وتعتبر هذه أول عملية انتقال ديمقراطية منذ أكثر من 70 عاما في هذا البلد الناطق بالإنجليزية في غرب إفريقيا. وأدى اليمين الدستورية في ملعب رياضي قرب العاصمة مونروفيا بحضور رؤساء الجابون وغانا وسيراليون، إضافة إلى أصدقاء ونجوم من كرة القدم من الرفاق السابقين لويا ومنهم الأسطورة الكاميروني سامويل إيتو. وقال ويا: أمضيت سنوات عدة من حياتي في ملاعب رياضية، لكن الشعور اليوم لا يشبه غيره. وأضاف أن أهم أولوياته ستكون القضاء على الفساد وإعطاء الموظفين الحكوميين رواتب كافية وتشجيع القطاع الخاص. وليبيريا بلد مزقته حرب أهلية استمرت 14 عاما
بين سنتي 1989 إلى 2003، وأسفرت عن 250 ألف قتيل، ثم ضربه وباء الإيبولا الذي يحاول أن يتعافى منه. فاز جورج ويا بلقب أحسن لاعب في إفريقيا سنتي 1989 وسنة 1994، كما فاز عام 1995 بتتويج مزدوج باعتباره أحسن لاعب في العالم وفي أوروبا. وتوج سنة 2004 بجائزة آرثر أش للشجاعة التي تقدمها شبكة التلفزيون الأمريكية USB بفضل عمله الخيري، كما اختارته منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف سفيرا للنوايا الحسنة.